التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني برئيس مجلس إدارة شركة تيربوسان لتصنيع طولمبات سادات أغلو خلال زيارته إلى تركيا، وذلك لبحث فرص نقل وتوطين صناعة الطولمبات لتنفيذ مشروعات المياه والصرف وإنشاء مصنع للشركة بمصر. وأكد وزير الإسكان اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون والشراكة مع المصانع التركية المتخصصة لتوطين الصناعة محليا. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة تيربوسان أن من أهم الأهداف الحالية هي زيادة حجم التعاون الصناعي والتجاري بين تركيا ومصر، مشيرا إلى تطلع المصنع لتطوير العلاقات وزيادة التعاون مع وزارة الإسكان المصرية، ومن المخطط التواجد بقوة في مصر.